هاي بتضم موسوعة جينيس مجموعة من الأرقام القياسية اللافتة يلي كسرها عدد من الناس حول العالم. جيمس هاريسون يلي احتاج بصغره ل 13 لتر من الدم بدأ بالتبرع بعمر 18 لأنه دمه بيحتوي على أنتيجين بيشفي من مرض الريزيوس، وكسر الرقم القياسي بألف تبرع وإنقاذ حياة مليونين شخص. جوناثان لي ريتشز بيحمل الرقم القياسي العالمي لأكبر عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة، لما سمع بالخبر رفع دعوة على موسوعة جينيس. رئيس الوزراء الأسترالي السابق بوب هوك حقق لفترة الرقم القياسي بسرعة شرب البيرة، وبيعتبر أنه هالإنجاز هو يلي ساعده سياسياً لأنه حصل على تصويت شعب بيحب البيرة. مين قال أنه الجيش الفرنسي بيحمل لقب أفضل جيش أوروبي لأنه ربح 132 من أصل 185 معركة خاضة؟ أنا قال. شوفكم بكرة.